صلوا معي على النبي محمد. اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. يا صباح النظافة، صباح الهنا، صباح الفل على أحلى متابعين. صباح النظافة والعسل والقلوب البيضة الصافية على أحلى متابعين، الناس اللي بتحط لايك لندى من غير حقد، الناس اللي بتخش تشوف الفيديو وتطلع من غير ما تحط اللايك، دول مش تبعنا، الكلام مش ليهم، الكلام للناس اللي بتشوف الفيديو تحط اللايك لندى. أحلى صباح على أحلى متابعين. النهاردة بقى روتين النظافة جامد جدا جدا، زي ما انتوا شايفين السطح كله خليته أبيض فأبيض، البيت الابيض المنزل الابيض. طلعت بقى الصبح قلت لا، الجو بقاله يومين عاصفه وتراب، ولا عاصفه تهمنا ولا تراب يلمنا، قلت لا انا هفضل بقى اقعد اقول بكره بعده لما السطح يتكوم عليا ويتبهدل، لا كده بقالي يومين ما كنستش، قلت لا مش هينفع كده، ولا تراب يهمنا ولا حر يشدنا ولا ايه تكييفات تلمنا وتقعدنا وتكسلنا، لا تصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، حطوا اللايك على الفيديو ونبدا روتين النهارده. النهارده الصراحه ايه العسل ده، ايه العسل والجمال ده يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، شايفين الحلاوه يا ولاد شايفين ما شاء الله. النهارده طلعت بقى، يلا نتكلم حبه جد بقى، حطوا لايك يا جماعه الخير على الفيديو دوت، لان بجد تعبت فيه، الجو حر جدا، قلت لا انا الجو حر جدا وهسيب السطح كده، وبقاله يومين زي ما شفتوا الفيديوهات اللي فاتت الجو هوا بطريقه فظيعه وتراب، جو مرض وعيا للطيور، فقلت وانا كنت اصلا من صوت الهوا والرعد انا من النوع اللي ضعيفه شويه بخاف، فقلت لا كنت بطلع احط الاكل بسرعه 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 وانزل، ما كنتش باكل. بالنسبه لي قلت لا، وانا العاصفه تهمنا لا، تراب يلمنا لا، حر يشدنا لا، سميت بالله واتكلت على الله وصليت على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وطلعت بقى عند طيوري. بص عملت لهم الروتين الجامد اللي انتوا شايفينه ده، شايفين اصلا تغيير جذر السطح ده من سطحنا، والنظافه دي نظافتنا، والحلاوه والشطاره ديت يا ندى، ده طبعا عشان احلى متابعين انتوا اللي بتشجعوني باللايكات بتاعتكم. احلى تحيه واحلى صباح ليكم. شايفين ما شاء الله اصلا الطيور مستغربه الجو، شايفين ما شاء الله حتى الارانب الصغننه، قلت لا مش هحرمها من رشه البيضه دي، سمي الله بسم الله. برضو كان استلهم العشه ورشتهم رشه بيضه كده، انا مش همسك حاجه ما شاء الله، شايفين اللهم بارك، هي بدات ايه تخش ترضعهم الحمد لله، ده بركه دعاكي يا اما، بركه دعاكي ودعاء المتابعين ليا والناس اللي قلوبها صافيه اللي بتدعي بقلوب بيضه ونيه صافيه. بسم الله رشت لها برضو العشه كده ايه وظبطت الدنيا ما شاء الله، ما حطيتش ولا اكل ولا ميه ولا اي حاجه خالص، بس شوفوا بقى الطيور بتاعتي عملت فيا فصل النهارده، انا كنست طبعا السطح كله زي ما انتوا شايفينه كده حته حته الشبر الشبر، شايفين ما شاء الله الحلاوه والشطاره دي يا بنتي يا دوده، احلى لايك لنظافتك وشطارتك. طبعا الحته دي ما جتش جنبها خالص لان طيوري اتفقوا عليا كده، استعانوا بالاخ يا اما الاخت مراته ف طبعا الكيس دي كان فيها اكل على العشه فوق، انا عايزه اقول لكم ان الدشيشه دي كان زياده عن 2 كيلو، التانيين سايبينهم قدامهم كده اكنهم مش شايفين اي حاجه، الدشيشه والقمح اللي كانوا بيتجننوا عليه كده اول ما بحطه شايفين، طبعا اتاريهم استعانوا بالاخ دوت وطلع على العشه كتر الفركه والبتاع، راح نزل الكيس طلعت لقيتهم بصوا فطروا قبل ما اطلع افطروا منزلين الاكياس بتاع القمح والدشيشه في الارض، ما جتش جنبها خالص، كلوا شبعوا فركنهم، قلت حرام لما اكنس الحته ديت والمهم لا خساره يعني حرام، ان الله لا يحب المسرفين، مش هنصرف في كده احنا، سبت لهم بصوا انا كنست كل حاجه حوالي اهو، بس سبت لهم الحته دي دي هم لما يجوعوا طبعا الهوانم هم زهقوا الدشيشه والقمح، فطبعا لما نفسهم تروح للدشيشه والقمح كده هيبداوا ياكلوا فيها، وانا طبعا بصوا الغرفه البيضاء فين ما شاء الله، كل حته على السطح كنستها ونظفتها وخليتها تمام، قلت لا الحر مش هيقعدنا ويكسلنا، والعاصفه دي ولا تهمنا ولا تلمنا، احنا مين يعني، احنا جمهوريه ندى مش هيهمنا اي حاجه، اهم حاجه نظافه سطحنا ونظافه طيورنا، هو كل اللي ناقص صراحه همسك بقى البلاستيكات بتاع الاكل والشرب ديت، شايفين بقت عامله ازاي، لان امبارح كان في اكل بيتي كتير فيها، فهو اللي بيلوث الدنيا كده،
همسك البلاستيكات كلها بتاع الاكل والشرب واخش اديها الدعكه تمام، اغسلها غسله تمام كده ان شاء الله. انا صراحه الوحيده اللي ما فتحتش عليها هي البطايه بتاعتنا العسوله. شايفين نضفت السطح يا ولا؟ شايفين احلى لايك بقى. انا ما فتحتش على ديت، نفتح ونطمن عليها. بسم الله. ليه كده؟ واو ده كسرة بيض هنا. ازعل منك كده. شايفين واكله بيض هنا، هتزعليني منك كده. بسم الله اشوفها بس ايه فيها ولا ما فيهاش. اوه طب ده فيها، ده معرقه. الله يخرب بيتك، انت استضفتي ولا ايه؟ استضفتي اللي جرالك؟ بطلي وش بقى، اللي جرالك بتعملي البيض ليه؟ بسم الله. متداوليش بيض تاني، متداوليش بيض تاني ولا تطلعي بيض بره. انا لما افحصه واشوفه بكره اشوفهولك واخفهولك شويه، انا عارفه ان هو كتير عليك. هي قدامها الدشيشه كالعاده، هي الميه اللي بغيرها لها، لان انتوا شايفين اصلا الميه عامله ازاي. هقفل عليكي. انت يا دام متصبره باكلك وميتك عندك ومتغذيه كمان واكله بروتين النهارده واكله بيضه، فاحنا هنقفل عليكي نخليكي اخر حاجه عشان انت ايه سدتي نفسي، مع اني كنت طالعه متفائله. اللي انا رشفه الاوضه ده يا جماعه الخير، ده جير مطفي. الشوال ب25 جنيه، يعني بيقعد عندك فتره كبيره جدا جدا جدا، بس بتحس ان هو بيلطف من الجو شويه كده وبيعقم اي حاجه في الارضيه لو فيها اي فيروس اي حاجه، يعني بيفعل مفعول الكلور فهو بيطهر اي حاجه في الارضيه. فانا بحب كده اما اكنس كله كده. طبعا انتم متعودين معايا في الروتينات اللي فاتت ان انا كنت بعد ما اكنس لازم ارش، بعد ما اكنس لازم ارش. وكمان جوه مطرح ما اللهم اسالك خيره، مطرح ما البطايه بتاعتنا الفراخ بترقد هنا. تعالوا نخش مع بعض بدل ما ننساها. يلا الفراخ طبعا تعرفين هي كلها بتتكون في الحته دي وترقد. برضه هرش رشه من ده، بصوا رشه بسيطه بس كده، ايه بس حاجات بسيطة، حاجات لا تذكر كده بس ايه عشان تفضلي حامية سطحك من حشرات الصيف. وربنا يبارك لك في الطيور اللي عندك كده ويبارك لي فيهم، ما تتحرموش مني ولا تحرم منكم. هغسل انا بقى كل المواعين بتاع الاكل والشرب وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم. ورجعت لكم بعد ما غسلت كل البلاستيكيات زي ما انتوا شايفين كده بتاع الاكل والشرب، وشايفين ما شاء الله حاجه تحفه زي. انا عايزه اقول لكم بقى ان كل الميه اللي انا حطاها ديت حاطه فيها خل مش ناقص بس غير البلاستيكيه ديت. بسم الله اخر شويه خل كده، كل الميه النهارده حطينا لهم فيها خل. شايفين ما شاء الله، شايفين البلاستيكات بصوا وير وير كده، وير وير. اللهم بارك. هجيب لهم البرسيم بقى، في برسيم هخرطه وفي برس. انا مش هحط اكل بره يعني، ما في انا حتى الجردل ده هنا سد بالباب عشان ما يتقفلش. الجو شمس بره، مش هحط اكل بره. انا شايفين انا عامله ايه هنا، بص حطيت كل الميه هنا والبلاستيكات اللي احط فيها الاكل، وكمان طلعت. انا صراحه ما لقيتش عندي الا، بص انا قلبت الشقه امبارح من ساعه ما قلت لكم اعمل ازايز التلج، ما لقيتش غير ازازه واحده، وبعتنا جبنا امبارح ازازه حاجه ساعه عشان نشربها. فدول اللي لقيتهم صراحه عندي، كل ما نجيب حاجه ساعه وتفضى هملاها في الفريزر للارانب. الازازه اللي هناك دي فيها تلج، والازازه دي فيها تلج. شايفين انا بس حطيتها ايه عشان طبعا انتوا قلتولي لما بتنسمي الارض وترش ميه بتعمل جرب للارانب. اللهم اسالك الخير، اللهم اسالك الخير. فانا صراحه خفت وقلقت، فقلت لا انا هوزع في الاوضه كده ازايز ثلج زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك في كل حته ميه ايه اهي، والثلج والثلج هناك اهوت. وان شاء الله برضو ايه اي ازايز هتبقى قدامي كده
هملها لهم بإذن الله تلج. الفرخة اللي بره دي عليها بيضة، يخطب ديها وخلاص. هي راحت فين؟ اهي على بدي اخش بديها بقى. خلص هجيب انا بقى دلوقتي البرسيم. انا لقيت الطيور بتاعتنا كده ايه شاطره وبرمي البرسيم ما استنوش صراحه ان انا اقطعه، فقلت والله ما انا مقطعه، يلا انتوا ورزقكم. ما شاء الله شايفين، مهما كلوا ومهما شبعوا الخضرة دي عندهم حاجة تانية خالص. اهم حاجة الخضرة بالذات للوز وللارانب، يعني هي دي الفاكهة بتاعتهم. احنا الفاكهة بتاعتنا طبعا مانجا البطيخ العنب الاناناس الحاجات ديت، لا دي الفاكهة بتاعت الطيور بتاع وبالذات الارانب والوز. ما شاء الله طبعا البلاستيكية دي والبلاستيكية دي، وفي بلاستيكية تانية كده خضرة برضو غسلها بتاع الاكل. هعمل لهم الخلطة بقى، هبشر بطاطا. انا مش هحط قمح ولا دشيشة لانه شايفين. بصوا حبايبي ناسياكم والله، انتوا فين؟ انتوا فين يا ولاد؟ انتوا فين؟ بتعملوا ايه المقر القديم؟ لا يلا 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 تعالوا خشوا كلوا لماما. بسم الله بسم الله، خش على الاوضة بقى، خش على شمال على طول، احوط شمال. ايون ايون ايون، هو ده هو ده هو ده. ان شاء الله الاوضه دي كده ازايز التلج والميه اللي انا موزعاها فيها هتبقى بصوا مهديه درجه الحراره. بصوا دي اقصى حاجه قدرت اعملها معاهم صراحه، لاني بخاف جدا يعني وبزعل على وبالذات الارانب. انا بعشق الارانب وبزعل لما بحاجه صراحه بتموت منها، فربنا يبارك لي فيهم. طبعا الحر داخل علينا، كل ما البلح يبدا يستوي كل ما البني ادمين هتستوي قبل ما هو يستوي، فهو الجو هيبدا يزيد حراره عشان البلح. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بارك اللهم بارك. انا مش زي ما قلت لكم مش هحط تشيشه ولا قمح كتير، هم زهقانين منها. بصوا سايبينها فين، مش هحط لهم الا لما يلموا دي كلها وياكلوها. انا هعمل لهم بطاطا وهرمي عيش سليم عشان الارانب بتاعتنا طبعا، عيش ناشف. ان شاء الله اي ازاز ميه برضو هتتوفر عندي هملها لهم ان شاء الله برضو تلج، وهحاول. بصوا لان الثلاث شهور اللي جايين دول خلوا بالكم خلوا بالكم خلوا بالكم بالذات عشان الارانب. وادينا بنعمل اللي علينا، وطبعا اللي مكتوب له حاجه هيشوفها. كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، بس اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. على قد ما بنقدر بنوفر لهم درجه حراره قليله شويه، يعني ما المستطاع اللي في ايدينا نقدر نعمله بنعمله لهم. هبدا دلوقتي ابشر البطاطا ومعانا قشر بطيخ برضو، هبدا ابشر الاتنين على بعض كده وارجع لكم. قشر البطيخ طري معرفتش اتملك منه في المبشره، رحت قطعته قطع يعني كبيره كده مع بشر البطاطا. طبعا البط طبعا خايف وطبعا ورا الخشب اللي هناك ده، كل ما يطلع الوز يعني الوز هو اللي يروح ناحيته ويعض، فهو خايف ياكل. احنا هنقلب الخلطه دي هنقسمها على مكانين كده عشان الطيور. بسم الله وهنشوف البط بتاعنا دلوقتي، هنحطه في مكان كده لوحده مع المية والاكل عشان يقدر ياكل.
روتين النهارده معاكم على قد ما هو كان متعب عليا لان الجو حر جدا، وطلعنا كنسنا ونظفنا ورشينا وغسلنا المواعين بتاع الاكل والشرب بتاع الطيور. بصوا انا عايزه اقول لكم ان هو تعب، بس صراحه انا فرحانه بيه جدا جدا جدا، وطبعا عارفه ومتاكده مليون ميه من ميه مليون في الميه عشان بس تعرفوا قد ايه انا تعبانه، والواحد هيس يعني الواحد عايز حجارتين كده نشحنهم عشان نشتغل. ومتاكده مليون في الميه وثقه في الله ان انتوا هتحطوا لي اللايك على الفيديو دوت. انا عايزه اقول لكم طول ما انا قاعده ببشر في البطاطا كده وخرط قشر البطيخ، انا عايزه اقول لكم ازايز الميه الارانب رايحه جايه قاعده راقده جنبها. بصوا وهي حجرميه، بصوا الارنب كان راقد فين، بصوا كلهم راقدين بيجوا يرقدوا جنبها كده، كانوا راقدين على بعض هنا دلوقتي جنب الازاز. تكييف، تكييف اصطناعي من صنع ايدي، من صنع ايدي. طبعا انا هزود لهم الازاز ان شاء الله، ان شاء الله نشحت لهم ازازتين كده. تعال نشوف الفرخة بيضت البيضة ولا لا، بقى لها ساعة مش عارفة تبيض البيضة. خلصت ولا لسه؟ لسه ادام ما طلعتش كده يبقى لسه. خلاص خليك هتزلنا عشان تجيب لنا بيض. اللهم اسألك خير، اللهم اسألك خير. قلت لي لما تسمعوا صياح الديك قول اللهم اسألك خير. بصوا شايفين المنظر ده، كلهم كانوا متكومين دلوقتي ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا جيت اشوف العلف بتاع الفراخ بتاع البط، الحمد لله لقيت برضو الفراخ بتاعتي عاملاها معايا، لقيتها مش لا مش لاقي كيس اصلا، العلف مش موجود خالص. فلقيت الرده، حتى بمسك كيس الرده بصوا لقيتهم مشرحينه من كل حته، بمسكه راح اتدول في الارض. فانا طبعا مفيش علف تاني دلوقتي، لما اطلع اغديهم بقى ان شاء الله هعمل حسابي واجيب لهم العلف. فانا هصبر بس البط بتاعنا اللهم بارك بشويه الرده دول مؤقتا على ما نجيب له علف. الله يسمعها بقى الفراخ بتاعتي، شايفين ما شاء الله. لو انا اللي قلت لكم اترصوا الرصه دي مش هتترصوا. بسم الله بسم الله، احطها لهم هنا اهو. انا اجيب بس البلاستيكيه دي اتزودها، هزود دي عشان احطها عند البط عشان برضو هيخاف يطلع يشرب. بسم الله بسم الله بسم الله، عدوني عدوني بسم الله. بس بسم الله بسم الله، الفرخة بتاعتنا باضت البيضة ما شاء الله، عالية يا حاجة بيضة ما شاء الله. البط راح فين؟ خليها جنب اخواتها بس هنا، واحنا نازلين ناخدها. الأوضة على فكرة أنا ما كنتش بطيء أقعد أخرط فيها برسيم ولا أعمل فيها أي حاجة خالص، الأوضة ما شاء الله رطبة جدا والله، يعني مش جدا 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 اللي هو الأوفر قوي، لأ يعني بالنسبة للجو بره
لا ما شاء الله كويسه. بس نزود ميه في البرام والحاجات الصغننه دي عشان الارانب الصغننه. ما كده كده كلهم شبعوا اصلا من البرسيم فكلهم هياخدوا هدنه دلوقتي. نخلي لهم دي هنا كده، شايفين البط ما شاء الله. وهنا متداري بقى ورا الخشبه دي، هيعرف ياكل عشان ما يتظلمش. حطيت له الميه، بص دول قاعدين فين؟ جنب ازازه الميه ما شاء الله. بصوا رقدت لهم على البطايه، رقدت لهم على الرد، قالت لهم سبوها محدش يجي جنبها، سبوها محدش يجي جنبها اكلنا. بس باين في بط تاني بره، اشوف البط كده وارجع لكم. اهو شوف البط، خش كده ناحيه اخواتي، قلبت الدنيا يعني. خليكم بقى، خليكم انتوا، يلا كلوا بقى، صبروا بالرده دي على ما نجيب لكم العلب. كده ناقص ايه؟ كده مش ناقصنا غير طبعا البطايه اللي راقده، نملي لها الميه كده ونغير، نشوف الاكل لو في ميه كتير هنغيره، مفيش هسيبها. انا خدت بلاستيكات ميه معايا عشان ايه؟ مش عارفه الفراخ حشره نفسها في كل حاجه ليه؟ طب انا ماشيه، انتوا ماشيين قدامي ليه؟ بسم الله. ايوه كده خليكي جدعه، طواحيش بيت بره، طواحيش بيت بره، خليكي جدعه. الاكل قدامها، انا بس هغير. هغير لها الميه بس كده. البطايه بتاعتنا هنقفل عليها ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله بسم الله. بسم الله كده روتيننا تقريبا انتهى معاكم. هفضي بس شويه الميه هنا، بص يعتبر شربوا جردل كده وانا واقف بزود لهم بس الميه كده ما شاء الله. ناقص حبه هنا، بصوا شايفين الفراخ؟ شايفين الفراخ؟ شايفين دول قاعدين جنب التكييف؟ قاعدين جنب التكييف. اطلعي بره بقى الفرخه ده، دنيا دناوه والله، دنيا دناوه الفرخه ده. خش انت كل بقى، خش انت كل. بص هحاول ادريها شويه كده، لا خش خش، ده انا بظبط لكم المكان. يلا خش، انا مش عايزه احجزهم، محدش يقول لي كنت حجزتهم في مكان لوحدهم. لا الاوضه ديت الجو اليومين دول حر قوي 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 قوي، انا حجزتهم، ولما اطلع بالعلف ان شاء الله اجيب العلف هطلعهم بره في الاوضه اللي بره اللي هم كانوا فيها، احط لهم العلف ياكلوا، وعلى ما يخلصوا هطلع اخر النهار ادخلهم مع الارانب تاني. ماشي، انا هروح املى ديت بقى دلوقتي. بسم الله بسم الله. بصوا رايحين جايين على الردة، ودي شيش ماشي. هي تلاقيك انت، تلاقيك انت ماشي. انا اعلمكم الادب، اعلمكم الادب. لما تبقى حاجه محطوطه في التلاجة ما تفتحوش التلاجة من غير اذن ما شاء الله. اروح املى بقى الميه وارجع لكم. انا مليت لهم الميه وكل حاجه تمام، اللهم اسالك خيره. كده بصوا بقى ايه، مش ناقص غير الهرم بس، كام ايه رغيف ناشف كده على البرسيم عشان الارانب. بسم الله. والله انا راميه للارانب مش للبط، شوفوا البط والوز ما شاء الله. بص اللي بيطل من البلكونه ده، لا حاجه عاجباه يطلع، لا الكلام عادي يعني مش مستاهل ان هو يطلع، مش هيطلع.
رايحين جوه. بسم الله ما شاء الله اكلوا وريح. ما شاء الله ما شاء الله اللهم صلك خير. وكده يا احلى متابعين الفيديو انتهى معاكم. اتمنى روتين النهارده كان عجبكم كده ونال رضاكم وكان كلامي خفيف على قلبكم، اتمنى ذلك. لو عجبكم فيديو النهارده حطوا اللايك عليه، لو ما عجبكمش برده كفايه مروركم السعيد اللي اسعدتوني بيه الحبه الصغننين دول. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه. بصوا حبايبي بعد ما ختمت معاكم الفيديو فوق، طبعا قلت مش هصور معاكم الكتاكيت الصغننه النهارده لان الفيديو هيبقى كبير جدا عليكم، فقلت لا انت تخشوا في التعليقات تسالوني، فقلت احاول اختصر ايه دقيقه كده على طول اقول لكم انا عملت ايه. انا قررت ان انا احط الاثنين مع بعض البلاستيكيه واحده، لان صراحه البلاستيكيه بقت صغننه والسور بتاعها واطي وكل شويه ينطوا من هنا لهنا من هنا لهنا، فقلت ان انا هجمعهم في الكبيره دي شويه، يعني هتلمهم كده مع بعض يوم ولا حاجه. انا قررت ان انا خلاص هطلعهم فوق على السطح في العشه اللي انا رشاها ومجهزاها معاكم، هحطهم فيها ان شاء الله، ممكن على بكره وبعده بالكتير قوي، لان الرمي بدا ينط من البلاستيكيه ديت، وبصوا مدهول لي الدنيا هنا. فانا هو من امبارح واخدين على بعض كده زي ما انتم شايفين، وقلت هوريكم كده على السريع. انا جهزت لهم الفرشه اهيت، وحطيت لهم الميه النهارده حطيت لهم فيها سكر، وادي العلب بتاعنا اهو، واحطهم كلهم في البلاستيكايه الكبيره دي ما شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. شايفين هم واخدين على بعض، لان شوف الروم رايح فين، مش هو يخش لوحده. بسم الله بسم الله. بس هم كده ايه احسن في بلاستيكيه واحده، ودي واسعه شويه وسرعه عالي عن البلاستيكيه التانيه، كانوا مغرقين الدنيا فيها وبينطوا كل شويه، فلا قلت هلمهم كلهم كده مع بعض، وبكره او بعده بالكتير قوي وهطلعهم فوق على السطح ان شاء الله. حتى لو انا خايفه من درجه الحراره اللي فوق، ممكن زي ما عملت في الارانب النهارده كده ممكن املى لهم ازازه برده متلجه وكل يوم احطها لهم من الفتره اللي هي بتاعه ظهر الشمس اللي بتبقى شديده قوي كده. ماشي حبايبي، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.